عبر معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفه سفير مملكه البحرين لدى المملكه المتحده عن قلقه من ارتباط قطر بالجماعات الليبيه الارهابيه، وبالتالي علاقاتها بالمسؤول عن تفجيرات مانشستر الاخيره التي راح ضحيتها 22 شخصا. وفي مقابله حصريه مع صحيفه تلغراف البريطانيه ابدى الشيخ فواز استياءه بعدما ربطت تقارير الانتحاري المسؤول عن تفجيرات مانشستر سلمان العبيدي بجماعات ليبيه ارهابيه مدعومه من الدوحه. وأضاف معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة أن قطر تزعزع الاستقرار في البحرين وذلك بدعمها لجماعات إرهابية مثل سرايا الأشتر التي نفذت تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين في البحرين. كما أكد معالي السفير على أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن.